الإجراءات المتخذة في ظل انتشار كورونا كوفيد-19. يستقطب الموقع الأثري جميلة الكثير من الزوار والسواح المحليين منهم والأجانب، خاصة في فصل الربيع وهي فترة الذروة. وأمام خشية انتشار وباء كورونا بسبب الاكتظاظ الشديد، قامت المديرية العامة بإغلاق المتحف والموقع الأثري. بعدها قمنا بتقليل عدد الموظفين إلى أدنى قدر ممكن، مع الدعم والتركيز على التغطية الأمنية. كما قمنا أيضا ببرمجة عمليات تعقيم دوريا لمكاتب وأماكن العمل بالتنسيق مع جمعيات محلية. أهم ما يميز موقع جميلة الأثري هي مدينة متكاملة تحتوي على بقايا كل مرافق المدينة القديمة: حمامات، ساحات، منازل، معابد، أسواق، مسرح، كنائس إلى غير ذلك. تمتاز بتخطيط ونسق عمراني تأقلم مع الطبيعة الجبلية للمنطقة منذ نشأة المدينة من نهاية القرن الأول إلى غاية القرن السابع ميلادي. متحف جميلة من أغنى المتاحف في الجزائر من حيث الفسيفساء، ويحتوي على قطع أثرية مهمة ورائعة. يمكنكم زيارة جميلة إلكترونيا من خلال موقع اليونسكو، موقع الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية، أو من خلال صفحات الفيسبوك للديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية وموقع جميلة.